لانه حكى لنا انه الحوار حيكون بين صوت او صوتين، على ثلاث اصوات ينسوا الموضوع بجوز نرجع للصوت الواحد. يعني اذا بقي على صوتين ممتاز. احنا ضربكم والله تيار قوي ومؤثرين بدهم صوت واحد. هذا مثلا التيار الوطني، اسم التيار الوطني اعلن موقف 15 مايو على صوت واحد. هذا الكلام بمنتهى الخطورة، وأنا خليني أرجع مرة ثانية لتركيبة النظام السياسي الأردني وواقع البلد. إحنا قلنا 20 سنة عم نتعامل بقانون الصوت الواحد الذي وضع أساساً من أجل تقوية الإطار التقليدي مقابل القوة الحزبية. الإطار التقليدي هو تكتل عشائري أو بلدة أو رابطة أهالي بلدة أو قرية أو منطقة يتعاملون داخليا كأنهم عشيرة ويرشحون شخص ويجمعون عليه وبالتالي يصبح هو هذا المرشح. هذا غير نمط الانتخاب للمواطن الأردني وغير الفعل السياسي للمواطن الأردني، وأدعي أنه أعاد هندسة العملية السياسية في الأردن بحيث يصبح الولاء للعشيرة أو الرابطة التقليدية، كانت عشيرة أو رابطة أهالي بلدة أو قرية، أهم وعلى تناقض مع المصالح الوطنية. هذا الذي جرى اليوم. قانون المشروع قانون الانتخاب الذي يأتي من الحكومة ينطلق من نفس هذه الأسس والعقلية هذه، ولم يتأثر بالحراك الشعبي الأردني، لم يتأثر بالمطالبات بالإصلاح، لم يتأثر بأحلام أشخاص شعروا أن ما جرى في تونس أو مصر أو في اليمن يمكن أن يطبق بكلفة قليلة جدا في الأردن، وأن نتحول إلى دولة ديمقراطية تعددية نستطيع أن نتنافس على أسس برامج سياسية دون أن أفكر باسم عشيرة أو بلدة أصل أو ديانة أو عرق أو الأصل الاقتصادي والاجتماعي لأي من المرشحين. إذن العقلية التي حكمت هذا القانون، أولاً عقلية التعامل مع خطة طارئة للخروج من أزمة، ليس التعامل مع مصالح وطنية وبناء مستقبل الأردن، الخروج من أزمة. هذا قانون انتخاب، وحقيقة أنه نصوص قانون الانتخاب أخذين بعين الاعتبار أن هذه الحكومة فيها كثير قانونياً، فيها ركاهة كأنه رئيسها قاضي طبعاً، في كأنه طبخ في آخر دقيقة، كأنه النقاش بين مراكز السلطة على إيش نوع القانون. ثانياً عقلية الاسترضاء والمحاصصة. ما زلنا بنحكي عن حقوق مكتسبة. أنا بستغرب كيف تستطيع الحكومة أو أجهزة الدولة تعتقد أنه مثلاً الكركيين أو الطفايلة ما عندهم استعداد أنهم يضحوا من أجل الوطن وأن نعود إلى مثلاً 80 مقعد موزعين على المحافظات. يعني بلاش احنا لا لا يعني او المعاليه او اهل اربد او اهل عمان، ليش بيعتقدوا انه مثلا اهل الشبيساني لا يستطيعوا ان يضحوا من اجل مصلحه الوطن وان يتنازلوا عن حصه اكبر او اقل؟ لسه بالمحاصصه. وهذه قصه المقاعد التعويضيه، هذه هي اساس المحاصصه. ولذلك في القراءه الاولى في مجلس النواب هذا الذي اتفقوا مجموعه من النواب واصبحوا يتحدثون عن تجمعاتهم السكانيه التقليديه اللي بوجهه نظري وطريقه حديثهم يتحدثون بشكل بدائي وليس عمل سياسي. ثالثا هو اعاده تكريس دور المجلس كمجموعه وسيطه ما بين المواطنين والحكومه او السلطه. والمجلس في الدستور الأردني قبل التعديلات الدستورية وبعد التعديلات الدستورية هو مجلس حكم سلطة يضع سياسات. جزء من الفساد الموجود في الأردن، جزء من انهدار هيبة الدولة، جزء من عدم الأمان في مكان السكن أو في صفة عامة في الأردن هو تعطيل الركن النيابي. وهذا المجلس بهذه الطريقة وبالمحاصصة وبالاسترضاء سوف يهدر ركن النيابي وسوف يكرس وجوده كمجموعة وسيطة. يعني مجموعة وسيطة يعني احنا ننقل مطالب الناس للحكومة، رضيات رضيات ما رضيات ايش نفرك اذنهم.
مش مجلس حكم، مش السلطة الثالثة، مش السلطة الثالثة، مش السلطة الأولى. دكتور محمد، إذا هدم الركن النيابي اللي أشرت له، هل تعتقد أنه يبقى مجال للحديث في المستقبل عن حكومات نيابية؟ هل مشروع القانون الحالي يمكن أن يهيئ الطريق لإنشاء حكومات برلمانية في المرحلة القادمة؟ لا يمكن، ومش هيك وبس، ولا يمكن أن يهيئ لحكومات حتى غير برلمانية تحصل على ثقة المواطنين. سوف تبقى فجوة الثقة وأزمة شرعية الحكومات قائمة في الدولة الأردنية، وسوف تمتد هذه الشرعية لأن تكون شرعية النظام أزمة أو مأزق شرعية النظام السياسي، وهذا خطير اللي كنا نحاول أن نوفره خلال سنة ونص. ما بدناش لا طريق مصر ولا تونس، بدنا الطريق الرابع أو الخامس، الطريق الأردني بامتياز، عم بتضل تقع عقلية صناعة أو صياغة هذا القانون. القضية الأخيرة في عقلية، نعم، الفزاعة الإسلاميين، وأنا بأخذ مصطلح تبع الدكتور خالد لأنه هو هيك، فزاعة الإسلاميين تستخدم وخاصة بعد انتخابات نقابة المعلمين، وحيصير في حديث كثير إنه أنا بدي ثلاث نواب، بدي نائبين، بدي ثلاث أصوات صوتين، وقديش ممكن يأخذوا الإسلاميين. لكن لا الحكومة الأردنية ولا الناس اللي بيستخدموا الفزاعة ولا الأجهزة الأمنية والقوى الشد العكسي وغير الشد العكسي اليوم يتاجرون في مستقبل الأردن. وبعتقد حتى نخرج من فزاعة الإسلاميين، فزاعة الإسلاميين، على الحركة الإسلامية أن تقوم برو أكتيف، يعني أن تكون مبادرة، أن تكون مبادرة في عملية مش صفقة مع الدولة الأردنية أو الحكومة الأردنية، صفقة مع المجتمع الأردني. نحن في مرحلة انتقالية، هنالك مخاوف كبيرة صغيرة مش مهم، لكن من حق المجتمع الأردني على الحركة الإسلامية أن تقوم الحركة الإسلامية بعرض صفقة مع المجتمع الأردني، تقول له كما كانت تقول بال2007 أنه إحنا عندنا استعداد أن يكون عندنا قائمة على رأسها واحد زي مصطفى حمار اللي هو مسيحي، أو تجان الفيصل اللي هي ضد الحركة الإسلامية، أو هلا مروان المعشر، أو مروان المعشر، بس على على أن على أن تكون الصفقة مع المجتمع الأردني أن تقول الحركة الإسلامية نحن لن نملأ أكثر من 30% أو 35% من مقاعد مجلس النواب بغض النظر عن قانون الانتخاب الموجود. طبعا ما رفض القانون هذا، يعني قانون ديمقراطي وتقدمي، وننتقل من الحوار عن فزاعة الإسلاميين وعن الصفقات ما بين الحكومة والإسلاميين إلى تحقيق صفقة في زمن الربيع العربي بين الحركات السياسية والمجتمع الأردني، وهذا مطلوب جدا من الحركة الإسلامية، لأن الحركة الإسلامية لديها الكثير من المقومات لأن تكون هي أكبر تيار مقابل تيارات أخرى استفادت من مجموعة عوامل تاريخية وسياسية.